طيب بعتقد المحاضرة الماضية زي ما عم بحكي انه بلشنا احنا نحكي في الفيزيكال باراميتر، حكينا في السوليد وصنفناهم الى سسبندد سوليد والى ديسولفد سوليد، وصنفنا السسبندد ديسولفد الى فولاتايل وفيكس سوليد. من ثم حكينا في التيربيديتي، مصادر التيربيديتي، اثار التيربيديتي، هاوي ميجر التيربيديتي. حكينا في الكلر، وحكينا في عنا تو كلر وفي عنا ابيرنت كلر، وشفنا كل واحد من هذول وين المشكله الحقيقيه عندي في الابيرنت في التو كلر، وشفنا هاوي ميجر للتو كلر. اليوم راح نبلش نحكي في اذر باراميترز او في تكمله الباراميترز تاعين الفيزيكال باراميتر، ومن ثم راح ننتقل الى الكيميكال ووتر كواليتي اللي تعتبر اهم عنصر او اهم باراميتر من باراميترز الووتر كواليتي. اذا جينا نحكي على التيست اند اودر، طبعا كلنا بنعرف تعلمنا سابقا انه هذه العناصر الاساسيه في الميه بجانب اللون انه لا طعم لا رائحه. مصادر طعم والرائحه في الميه من وين بتيجي؟ مصادر طعم الميه مصادر الطعم والرائحه في الميه بتيجي بشكل عام اما من اورجانيك سبستانسز، مواد غير عضويه. واحنا بنشوف انه كثير من الاملاح بتعطي طعم في الميه، ولا مش هيك؟ يعني ملح الطعام لما بذوب في المية بعطي طعم للماء. في بعض الهيدروكسيد زي هيدروكسيد الصوديوم او المواد الهيدروكسيد هاي بتعطي طعم لاذع للماء. ويمكن بعض بدنا بشوف احيانا ببيعوا المية المعلبة اللي بسموها مية الصودا بدل الكولا. في ناس تشرب مية صودا بتقول لك انا بفضلش الكولا، بفضل مية الصودا، نفس مواصفات الكولا، نفس العلب، نفس الشكل، بدون لون، بس لما تشربها بتشعر انه في لذعه على هاي الماء، ففي ناس بتستطعم هذا الطعم. المصدر الثاني للتيست اند اودر في الميه هو الاورجانيك ماتيريال، المواد العضويه، وبالذات المواد العضويه هي المصدر الاساسي للون في الميه بجانب التيست اند اودر، بالذات انه هذه المواد العضويه لما بتتحلل في المي، لما بتتحلل نتيجة التحلل بيطلع غازات، والغازات هذه بشكل عام غازات غير محبوبة غير مقبولة، ومن ثم بتعطي اسمل أو بتعطي أودر للمية بشكل غير مقبول. لو جينا نحكي على الإمباكت للتيست أند أودر في المية، أولا هل طعم راحة مية بليزنج أو ديس بليزنج؟ اتس ديس بليزنج، يعني ما حدش فينا بيقبل مية إلها طعم أو إلها رائحة لهاي حتى لو ايش ما كانت الرائحة وايش ما كان الطعم، ولا مش هيك؟ الشغلة الثانية انه بعض من هذه المواد وبالذات المواد العضوية اللي بتسبب الأودر بسبب الرائحة it may be carcinogenic، ممكن تكون مواد مسطنة او مواد مسطنة. عملية قياس التيست اند اودر، بتعرفوا التيست اند اودر يعني شغلة مذاقية، بمعنى أنا بشوف بتذوق هل في طعم ولا ما فيش طعم، بشم هل في رائحة ولا ما فيش رائحة، ودائما هذه الشغلات بتخفيف المية بتخف ولا ما بتخف؟ بتكون الشغلة مركزة، بضيف مية مقطرة شو بصير فيها؟ بتخف. هسا الاسلوب اللي عندنا المستخدم في هذه العمليه انه انا باخذ عينه من الماء اللي بدي افحصه، باخذ عينه من الماء اللي بدي افحصه وليكن مقدارها ايه، وليكن مقدارها ايه، بشوف قديش بيلزم، قديش بيلزم اضيف عليها كميات من ماء مقطر، من ماء مقطر يعني ماء لا في طعم ولا في رائحه، الى حد اني ابطل استشعر الرائحه والطعم. فإذا نضفت مقدار B من الماء المقطر على المقدار A من الماء اللي بدي افحصه بحيث انه تزول الرائحة، بنحسب رقم بنسميه Threshold Odor Number. الـ Threshold Odor Number بيساوي كمية الماء اللي أنا بدي افحصه زائد كمية الماء اللي أنا بضيفه as distilled water على كمية الماء اللي أنا بدي افحصه اللي هي A بلس B على A. بمثال بسيط، لو أنا أخذت لي عينة مية إلها رائحة، اخذت منها حجم مقداره 100 مللتر، هذه ايه؟ ضفت عليها قدها مرتين ثلاثة أربعة خمسة لحد انه بطلت اشم الرائحة، بطلت اشمها.
لقيت انه لزمني عشان ابطل اشمها 550 ملي لتر من ماء ديستلد ووتر. التي او ان للمي قديش؟ بدي يساوي 100 زائد 550 على 100 بيساوي 6.5. طبعا كل ما كان هاي الرقم اعلى كل ما كان القدر او التيس للمية اكتر، كل ما كان اعلى معناته انه انا ضفت كميات اكبر من بي. هذا بيعني انه المية القدر مركز والرايحة مركزة، عشان هيك انا احتاج تضيف كميات اكبر من ديستل ووتر عشان تزول هاي الرايحة. اقل رقم للتي او ان قديش ممكن يكون؟ واحد. اللي تكون بي صفر، يعني انا ما ضيفش ولا اي كميه ماء مقطعه، لانه الماء بالاساس ملوش رائحه وملوش طعم. حسب الاي بي اي Environmental Protection Agency بقول لي الماكسيمم للتي او ان في الميه تو بي اكسبتد مش لازم تزيد عن 3، مش لازم تزيد عن 3. يعني اذا انا لقيت الميه لها رائحه وانا عملت لها ديليوشن اكثر من مرتين، لانه بصير تي وانت بتساوي 3، يعني ضفت قدها مرتين، بتكون الميه بالنسبه لنا تز نوت اكسبتد، سواء كان للطعم او كان للرائحه. البارامتر الاخير في البارامتر فيزيكال بارامتر هو التمبرتشر. بعتقد يمكن كنا بنعرف التمبرتشر، ولا فينا حدا بيعرف شو يقيس التمبرتشر؟ نعم. التمبرتشر في لها اكثر من اليه للقياس، او في اكثر من يونت للتمبرتشر. في ممكن نقيسها، نعم، اللي هي بالدجري سنتيجريد، ممكن نقيسها بالكلفن، ممكن نقيسها بالفهرنهايت. التمبرتشر من اهم البارامترز في الميه طبعا لعده اسباب. اولا السبب انت استخدامك للميه يعني مرتبط بالتمبرتشر، والتمبرتشر بتحدد الميه لايش تستخدم. الميه اللي بتشربها بتكون بتمبرتشر معينه، والميه اللي بتستحم فيها بتكون بتمبرتشر معينه، ولا مش هيك؟ اي نعم. يعني انا الماء ما بشربها ثلج، ولا بشربها بخار ماء، ولا بشربها بمي بتغلي، يعني بشرب شاي سخن بس ما بشرب مي سخنه، ولا مش هيك؟ الشغله الثانيه والمهمة في التمبرتشر انه كثير من العناصر مستوى ذوبانها في الماء مرتبط بالتمبرتشر، واحنا بنعرف انه غالبية الاملاح كل ما ارتفعت التمبرتشر كل ما كان ذوبانها في المية اعلى اسرع واعلى كميات اكبر. كمان نشاط المواد العضوية في المية او تحلل المواد العضوية في المية من خلال الميكرو اورجانيزمز بكون اعلى بالحراره العاليه ولا الواطيه؟ العاليه، لانه كل ما كانت الحراره اعلى كل ما كانت البيكرو اورجانيزمز انشط، من ثم كل ما كانت التحليل اسرع. عشان هيك عاده لو جينا لمياه راكده او لمياه سطحيه او ما شابه بتلاقي الرائحه للميه مين اعلى، بالصيف ولا بالشتاء؟ بالصيف. ليش؟ لانه النشاط اكثر، تحليل المواد العضويه اكثر، فمعناته الاودر بكون اعلى. نفس الحكي الغازات، ذوبان الغازات في المي مرتبط بالتمبرتشر ولا مش مرتبط بالتمبرتشر؟ ذوبان الغازات مرتبط، متاثر، بس تاثر سلبي يعني كريزنج ولا ديكريزنج، العلاقه عكسيه ولا طرديه؟ المهم في علاقه، العلاقه موجوده، لكن الغازات كل ما زادت الحراره كل ما قل ذوبان الغازات في السواد، بعكس الاملاح كل ما زادت الحراره بتزيد الذوبان الاملاح في الميه. كمان حراره الميه بتاثر في بعض فيزيكال بروبرتيز للميه زي الفيسكوسيتي والدنسيتي، وهدول برضه فيزيكال باراميتر ولا مش هيك؟ طبعا الدنسيتي كلنا بنعرف الدنسيتي للميه كيف؟ مع ارتفاع الحرارة بتقل، مع نزول الحرارة بتزيد لحد معين، لأنه لما يصير الماء
عند 4 درجات هي تعتبر أعلى كثافة للمي. لما تقل عن 4 درجات بتقل لأنه بصير الثلج، إحنا بنعرف إنه الثلج كثافته أقل من كثافة الماء، فعمليا تمبريتشر مؤثر في الدنسيتي للماء، في الفيسكوسيتي للماء. كنا بنعرف الفيسكوسيتي ولا مش هيك؟ اللي هي لزوجة الماء، بتزيد ولا بتقل مع التمبريتشر؟ بتقل مع التمبريتشر. إذا عمليا بهمنا التمبريتشر في الماء، لأنه بتحدد عندي ذوبان الأملاح، بتحدد ذوبان الغازات، أو بتأثر فيهم، بتأثر في البيولوجيكال اكتيفيتيز. ومن ثم بكره لما نيجي نحكي في التريتمنت بنلاقي التمبريتشر عامل مؤثر جدا في عمليه التريتمنت، في الاكتيفيتي اللي بنعملها. الافشنسي لها مرتبطه بشكل كبير بدرجه حراره الماء. وانت بتعرفوا انه درجه الحراره من الصعب انك يعني تتحكم فيها في المي، بمعنى انه انا كل مواطن او كل انسان او كل شخص بده كل يوم 100 120 150 لتر مي. ما فيك انك تقول بدي ارفع الحراره عاليه بدي انزلها والحراره نازله بدي اعليها، لانه هذه الكميات لا هيش لتر ولا لترين ولا 10 ولا 20، يعني لا بنصير نسخن ميه ولا بنصير نبرد ميه في اللي بنضخها للمواطنين. ممكن هو في البيت يسوي اللي بده اياه، لكن كشبكه انت بتلتزم بما هو موجود يعني، فصعب عليك تتحكم لان راح تكون عمليه مكلفه جدا. هذا بشكل عام الفيزيكال بروبرتيز للماء، مواصفات الفيزيائية للماء. إذا جينا ننتقل إلى الموضوع الأكبر والأهم، هو الكيميكال ووتر كواليتي باراميترز، المواصفات الكيميائية للماء. حكينا سابقا وقلنا إنه الماء هي عبارة عن H2O، وقلنا رابطة المية هي ماخذ الشكل التالي. عشان هيك يعتبر الماء universal solvent، مذيب عام لكثير من الأملاح ولكثير من العناصر. لما أنا بتناول كيمياء الماء بتناولها من عدة باراميترز، منها قديش التوتال ديسولفد سوليدز. احنا حسبنا التوتال ديسولفد سوليد او الديسولفد سوليد سابقا فيزيكالي ككمية، اخذنا عينة المية بخرناها، اللي تبقى حسبنا وزنه وقسمنا على الفوليوم. ايش هذه الاملاح؟ ما عرفنا ايش منها هالقد، ايش منها هالقد، ايش منها هالقد. وهذا مهم جدا، وما بهمني انك تقول لي بس هالقد كميه الاملاح، ما هو شو الاملاح هذه؟ صوديوم ولا كالسيوم ولا مغنيسيوم ولا كلور ولا نترات ولا 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 ولا، لانه كل باراميتر من هذه او كل عنصر من هذه له اثار مختلفه. الكلور غير عن النترات، والصوديوم غير عن البوتاسيوم، والكالسيوم غير عن المغنيسيوم. اذا بلزمني اعرف التوتال ديسولفد سوليد من حيث الكيميكال، بمعنى انه كل باراميتر شو هو. قلويه الماء وكيف نحسب مستوى القلوية في الماء، الهاردنس اللي هو عصر الماء، عصر الماء. درسنا زمان الماء اليسر والماء العصر، وكنا بنحكم من خلال ايش؟ من خلال الصابون. الماء اللي بترغي مع الصابونة ماء يسر، والماء اللي ما بترغيش مع الصابونة ماء عصر، ولا مش هيك؟ طيب لما نيجي نحكي عنها بنحكي عنها هسا بتروح تغسل في مية البحر بتخلص الصابونه معك وهي ما عملتش معك رغوه، ما هي هنا بنسميها احنا ماء عصر. لما بتروح لمية حلوه ونظيفه بتغسل فيها تلغي معك، فالماء هنا ماء يصر. واحنا هنا لما بنقيس الماء ما بنقيسه بس عشان الشرب، عشان كل البيربسز، من ضمنها استخدام المنظفات، لانه هل بيستهلك منظفات ولا ما بيستهلك منظفات بسبب يسر او عصر الماء. الفلورايدز، مركبات الفلوريد في الميه. الميتالز، والميتالز هذه ممكن تكون ميتالز عاديين زي الحديد، مغنيز، ما شابه، ممكن تكون هيفي ميتالز، عناصر ثقيله. الكادميوم، الرصاص، الزنك، الزئبق وما شابه. الاورجانكس،
انت جبت لي الاورجانيك لما قلت لي فولاتايل وفيكس، وقديش منه فولاتايل، بس قديش مستوى دقه العمليه، وكيف ممكن نقيس الاورجانيك كمواد عضويه بشكل عام. النيوترينتس، النيوترينتس اللي هي المغذيات، والمغذيات هي عباره عن النيتروجين والفوسفورس، عباره عن النيتروجين والفوسفورس. اذا عمليا هنا انا بدي ادخل مع الماء، اتعامل مع الماء، اشوف العناصر الذائبه في الماء شو هي من ناحيه كيميائيه، بمعنى او باخر شو تركيبتها الكيميائيه وقديش تركيز كل واحد من هاي العناصر. قبل ما نبدا نفصل بهاي العناصر، بالزمن شوي نعمل نوع شوية ريفرشمنت لمعلوماتنا في بعض قضايا تتعلق بالكيمستري. أخذنا في الكيمستري أو في الكيمياء إنه العنصر أو الجزء يتشكل من ذرات، ولا مش هيك؟ أتوم. وقلنا الأتوم هي عبارة عن the smallest unit of element، أصغر إشي في العنصر هي الذرة، ولا مش هيك؟ فالعنصر ممكن يكون متشكل من اكثر من ذره من نفس العنصر، او المركب اكثر من ذره من عنصر من 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 عنصر او عنصرين ذراته مشتركه مع بعض، وهذا اللي بشكل عندي الموليكول، بشكل عنا الجزيء. فالجزيء عمليا عباره عن اتحاد او نفس من نفس العنصر. هنا المية عندي مشكلة من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين، ولا مش هيك؟ فالموليكل او الجزء من المية هو عبارة عن ذرتين اكسجين، ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين. الموليكولار ماس از ذا سم اوف ذا اتوميك ماس اوف اول اتومز ان ذا موليكل، هي مجموع الاتوميك ماس لكل الذرات الموجوده في هذا المركب. واحنا بنعرف انه الاتوميك ماس هو عباره عن مجموع البروتونات والنيوترونات في العنصر، من هنا او في الذره. عشان هيك احنا الاكسجين قديش الوزن الجزيئي للعنصر للاكسجين؟ 16، وللهيدروجين 1. باقي العناصر حافظينهم ولا ناسينهم؟ الكربون قديش؟ 12. الكلور 17 ولا 35؟ ما احنا بنقول النيوترونات والبروتينات، مش بس عدد الالكترونات، العدد الذري، الكتله، العدد الكتله اللي عدد البروتونات وعدد النيوترونات. عشان هيك الوزن الجزيئي للماء قديش؟ 18، اللي هي 2 هيدروجين 1 في 2 زائد 16 اكسجين. A mole of an element or compound is its molecular mass in grams or in pounds. المول كنا بنعرف المول، ولا مش هيك؟ المول هو عباره عن الوزن الجزيئي ان جرامز اذا كنت بحسب بالجرام، او الوزن الجزيئي ان باوندز اذا كنت بحسب بالباوند. فال1 مول من الميه قديش بيساوي؟ 18 جرام. 1 مول اوف ان اي سي ال، الان اي قديش المولكيولار ويت له؟ 11 ولا 23؟ والكلور بالضبط 35.5، مجموعهم بعطيني وزن ال 1 مول من العنصر، 1 مول من ملح الطعام كم جرام؟
طيب إذا أذبنا 1 مول من العنصر أو من المركب في المية، إذا ذوبنا 1 مول من العنصر أو المركب في الماء في 1 لتر من الماء، بنقول إنه عندنا 1 مولر سوليوشن. 1 مولر سوليوشن، إذا ذوبنا مول في قديش؟ في لتر من الماء. وفي الحالة هذه احنا كنا نحسب إشي بنسميه المولاريتي، المولارية. وش المولارية بتساوي؟ لما بتقول المولاريتي وكنت بتاخد تعطيها رمز أم، مش هيك؟ لما بقول لك أم بتساوي 1، what does it mean؟ لو حسبت بقول انه المركب تركيز الـ NaCl في المي الموليتر له بتساوي 1، تعني انه ذايب من الـ NaCl 1 مول في اللتر. لو قلت لك انه المولاريتي بتساوي 1.5، اذا ذايب منه 1.5 مول في اللتر، يعني ام هي number of moles per liter. ام بتساوي number of moles بالليتر. هسا لما بنذوب الأملاح في المية تنحل إلى أيونات، أيونز، ولا مش هيك؟ والأيونز هذه موجبة وسالبة. الموجب we call it cations، والسالب we call it anions. اذا ال NaCl لو انا ذوبت ال NaCl في الميه، سوري NaCl بيعطيني Na بلس زائد Cl ماينس. ال Na موجب عباره عن كاتيونز، والCl سالب، عشان هيك بنسميهم anions. هسا مجموع الشحنات الموجبة بتساوي مجموع الشحنات السالبة ولا لا؟ لازم، لأنه الملح بالأساس متعادل أيونيا، بمعنى أنه مجموع الشحنات الموجبة بتساوي مجموع الشحنات السالبة. فلما بنحل بيعطيني عدد شحنات موجبة نفس عدد الشحنات السالبة. عشان هيك بنقول احنا في عنا نيوتراليتي، it means انه the number of cations بيساوي the number of anions. من هنا من حيث المبدا هذا بيعني انه الماء متعادل ايونيا ولا غير متعادل ايونيا؟ متعادل ايونيا. هذا الماء المقطط. طب الماء المش مقطط زي ميه البحر متعادل ايونيا ولا غير متعادل ايونيا؟ متعادل، لانه اي ملح بذوب فيه بيعطي مجموعة ايونات موجبة قد مجموعة الايونات السالبة. الكاتيون زي الانيون، فراح يضل ايش؟ متعادل. يعني ذوبان الاملاح في الماء او ذوبان العناصر في الماء ما بتغير من التعادل الايوني. مجموع الشحنات الموجبة لازم يساوي مجموع الشحنات السالبة. اخذنا الفالانس، الفالانس اللي هو التكافؤ. والتكافؤ عبارة عن ايش؟ هي عدد الشحنات الموجبة او السالبة، ولا مش هيك؟ والفالانس عندنا ممكن يكون احادي او ثنائي او ثلاثي. مين عناصر احادية التكافؤ؟ الـ Na والـ Cl مثلا. مين عناصر ثنائية التكافؤ؟ الكالسيوم والمغنيسيوم مثلا. عشان هيك انا بقول الـ Na موجب 1، الكالسيوم، المغنيسيوم، ومين على التكافؤ ثلاثي؟ كأمثلة
واضح ايش مفهوم الفالانس؟ الإكويفالنس. الإكويفالنس هو المكافئ. الإكويفالنس هو المكافئ. بقول لي the equivalence of an element is the number of hydrogen atoms that element can hold in a combination or occurs place in a reaction. وهو عادة بيساوي الفالانس in most cases. الإكويفالنت من أي عنصر؟ هو قديش بكافئ ذرات هيدروجين إما في حالة الريبليسمنت أو في حالة الكومبينيشن. هذا بجيبني إلى شيء بنسميه أن إكويفالنت. أن إكويفالنت كيف؟ الإكويفالنس بقول لك هي من أي عنصر؟ هي عدد ذرات الهيدروجين اللي بتكافئ هذا المركب، سواء في حالة انه هو يحل محله او هو يتحد معه. عشان اوضح هنا بمفهوم بمفهوم الإكويفالنت وين؟ انت بتقول لي على سبيل المثال انه الصوديوم لما بنحل في المي بيعطيني ان اي موجب زائد سي ال سالب. هسا مجموع الايونات الموجبة للصوديوم لازم تساوي مجموع الايونات السالبة للكلور. اذا بقدر اقول انه الايكوفيلنت من الصوديوم كشحنات موجبة بيساوي الايكوفيلنت من الكلور كشحنات سالبة. من هنا احنا تعلمنا نعبر عن العناصر. لما احنا كنا بنعبر عن العناصر كنا بنعبر عنهم از ملي جرام بالليتر، مش هيك؟ كتركيز كنت بتعبر عنهم كملي جرام بالليتر. لكن لما العناصر بتتحد مع بعض او الايونات بتتحد مع بعض، بتتحد جرام مع جرام، بتتحد مول مع مول، مول مع مول، الاساس انها بتتحد. يعني قديش معادل من العنصر هذا هو قديش عدد الشحنات الموجبه والسالبه لإله، اذا قديش من العنصر الثاني العناصر الموجبه او السالبه لازم تكون ايش؟ إكويفالنت. عشان هذه النقطة بالنسبة لنا توضح، لأنه هذه نقطة كثير رح نبني عليها لاحقا. احنا كنا زمان بعلمونا وبعطوك أمثلة ببساطة، بقول لك إذا عندك 100 جرام أن إي قديش بدك كلور عشان يتحدوا معهم؟ كنت إيش تعمل؟ تقول الأن إي سي إل، ما هو بعطيني أن إي بلس زائد سي إل ماينس، صحيح؟ كنت تقول ال1 مول من هنا بده 1 مول من هنا، مظبوط. كنت تقول الصوديوم المول له قلنا عباره عن ايش؟ اللي هي عدد النيوترون زائد البروتونات اللي هي بتساوي 23 جرام، لسه تو كتبناها. والكلور قلنا المول من الكلور كم جرام؟ 35.5. إذا أنت ال 23 جرام صوديوم فيهم عدد شحنات موجبة بعادلوا عدد الشحنات السالبة اللي بعطوه من 35.5 جرام كلور. عشان هيك إذا عندك من هنا 100 جرام قديش بدك من هنا؟ هذا شغلنا طريقتنا السابقة. ولا مش هيك؟ بمعنى إنه ال 23 جرام صوديوم هم إكويفالنت إلى 35.5 جرام كلور. إكويفالنت من حيث إيش طبعاً؟ الشحنات. يعني مش واحد يقول لي يعني أنا لو حطيت 35 جرام صوديوم 35 جرام كلور هم نفسه لو أنا حطيت 23 جرام صوديوم.
كتأثير. أنا هنا بحكيش عنه كتأثير، بحكي عنه كشحنات. من هنا الـ one equivalent، one equivalent of any substance بيساوي بيساوي 1 مول على الفالانس، بيساوي 1 مول على الفالانس. فلو جيت تحسب ال1 ايكوفالنت من الصوديوم كم جرام، بيساوي 23 على الفالانس للصوديوم قديش؟ 1، بيساوي 23 جرام. ال1 equivalent of Cl قديش بيساوي؟ 35.5 على 1 بيساوي 35.5 جرام. ال1 equivalent of Ca المولكيولار ويت للكالسيوم كام؟ 40، والفالانس 2، بيساوي 20 جرام. What does it mean؟ طبعا هنا لما بقول 1 equivalent، بقول 1 equivalent بمعنى انه عدد الشحنات الموجبه من 1 equivalent او السالبه من 1 equivalent من اي عنصر بيساوي عدد الشحنات الموجبه والسالبه من اي عنصر ثاني. فالعناصر لما بتتحد او الايونات لما بتتحد تتحد بدلاله الايكوفيلنس، يعني لازم يكون عدد الايكوفيلنس من هذا بيساوي عدد الايكوفيلنس من هذا. لما عناصر تتحد لازم يكون عدد الايكوفيلنس من هذا العنصر بيساوي نفس عدد الايكوفيلنس من هذا العنصر، لانه عدد الايكوفيلنس تعني انه عدد الشحنات اللي عليه سواء كانت الموجبه او السالبه بتساوي عدد الشحنات اللي على العنصر الثاني سواء كانت موجبة أو سالبة. بس ده بالنسبة لهذا يعني إنه مثلا عندي مثلا كمية معينة أو واحد مول من السي إي، واحد مول من السي إي بطلع ضعف عدده من الشحنات. مثلا نفرض المول واحد فيه مثلا 100,000 جزء وقطعة أكثر، مثلا فيه 1000 جزء، 1000 جزء بطلع مثلا 2000 شحنة. عشان هيك بتزمني نص مول مقابل واحد مول مثلا لو بدي آخذ من السي إي. صحيح. يعني انت عدد الشحنات الموجبه، عدد الشحنات الموجبه في 20 جرام كالسيوم بيساوي عدد الشحنات السالبه الموجوده في 35.5 جرام كلور بيساوي عدد الشحنات الموجبه الموجوده في 23 جرام صوديوم. صحيح. من هنا اذا انا جيت اقول لك كالتالي، قديش بدنا عشان نعادل الكلور مع الكالسيوم، يتحد الكلور مع الكالسيوم، اذا كان عندنا من الكلور في عندنا 120 جرام، اذا كان عندنا من الكلور 120 جرام، كم جرام كالسيوم بلزمنا عشان يتحدوا معهم؟ بحول الكلور الى ايكوفيلنس، ان ال1 ايكوفيلنس بالكلور قديش؟ اذا النمبر اوف ايكوفيلنس اللي عندي اوف سي ال في ال 120 جرام كم ايكوفيلنت عندي؟ 120 على 35.5، وهذه قديش بتساوي؟ حدا معاه كالكوليتر؟ حدا معاه جوال بس يستخدمه للحسبة يعني مش ل ثلاثة؟ ثلاثة بوينت أربعة إكويفلنت بالليتر. يعني إذا عندي هذه موجودة في اللتر، إذا عندي 120 جرام موجودين في اللتر معناته إنه عندي من الكلور 3.4 إكويفلنت. قديش بدي من الكالسيوم؟
3.4. طبعا 3.4 ايش؟ اكوفيلنت كم جرام؟ اذا بدنا من السي اي بدنا 3.4 في 20، وهذه قديش بتساوي؟ 67.5 جرام. اذا لو عندي 120 جرام كلور بدهم يتحدوا مع الكالسيوم بالزمني 67.5 جرام، لانه 67.5 جرام بيساووا 3.4 ايكوفيلنت. لو بدي اعادله مع الصوديوم قديش بدنا من الصوديوم؟ 4.4 بدنا من الان 3.4 في 23. اذا هنا مفهوم الايكوفيلنت، مفهوم الايكوفيلنت هو بعبر عندي عن عدد الشحنات الموجودة في العنصر هذا، سواء كانت موجبة أو سالبة. ولما بقول بعادله معناته من هذا العنصر إذا عندي عدد إيكوفيلنت هالقدي معناته لازم يكون العنصر الثاني نفس عدد الإيكوفيلنت. ومن هنا الاتحاد، هل بتم الاتحاد بدلالة الجرامز، جرام مع جرام؟ هل بدلالة مول مع مول؟ إذا بدلالة إيكوفيلنت مع إيكوفيلنت، بتم دلالة إيكوفيلنت مع إيكوفيلنت. واضح هاي النقطة؟ هسا بتقول لي الـ 1 إيكوفيلنت من أي عنصر؟ زي ما حكينا بيساوي 1 مول على مين؟ على الفالانس. عدد المولز عدد الإيكوفيلنت من أي مركب إيش بتساوي؟ عدد المولز من أي مركب إيش بتساوي؟ بتساوي عدد المولز، عدد الإيكوفيلنس يا رب من أي عنصر، بتساوي عدد المولز على الفالانس، بتساوي عدد المولز على الفالانس. وهذا بيعطيني إنه أنا ممكن أعبر عن العنصر، ممكن أعبر عن العنصر بأكثر من شغلة. مثلا إذا أنا بقول إنه أنا عندي من الـ NA بيساوي 300 ملي جرام بالليتر، هاي تركيز الـ NA في المية. تركيزه 300 ملي جرام بالليتر. لو جيت أعبر عن تركيزه بدلالة مول بالليتر. كم مول بالليتر عندي؟ بقسم الـ 1 مول من الـ NA قديش؟ 23. وال1 ملي 23 جرام مظبوط، وال1 ملي مول ملي جرام. بدل ما اقول 1 مول 23 جرام، ال1 ملي مول 23 ملي جرام، صحيح؟ اذا انا عندي الان ايه هذا بيساوي 300 على 23 ملي مول بالليتر، صحيح؟ وهذه قديش بتساوي؟ 300 على 23 13.04 ملي مول بالليتر. هذه قديش بتساوي عدد إيكوفيلنس؟ كم إيكوفيلنت بتساوي؟ بدك تقسم هذا على الفالانس. مش بنقول إنه عدد الإيكوفيلنت بتساوي عدد المولز على البالانس، فده تساوي 13.04 على 1 بتساوي 13.04 ملي إيكوفيلنت بالليتر. إذا أنا ممكن أعبر عنه آز ملي جرام بالليتر، ممكن أعبر عنه آز مول او ملي مول بالليتر، ممكن اعبر عنه ملي ايكوفيلنت بالليتر. طبعا هنا اكزامبل ثاني على كنا بنحكي فيه،
بقول لي how many grams of calcium will be required to combine with 90 grams of carbonate to form calcium carbonate. لما تحت الكالسيوم مع الكربونات بعطيني كربونات كالسيوم. بقول لي قديش بدي كم جرام كالسيوم عشان يتحد مع 90 جرام كربونات. اول شغله شو بعمل؟ بحول الكربونات الى عدد ايكوفيلنت. بحول الكربونات بشوف ال 90 جرام كربونات هذا كم ايكوفيلنت. عشان اشوفهم بدي اشوف ال 1 ايكوفيلنت من الكربونات كم جرام. ال 1 ايكوفيلنت من الكربونات كم جرام. شو التركيب الكيميائي للكربونات؟ CO 3 الفالنس تاعها 2 طبعا سالب انه الشحنه سالبه. الفالنس فيش فالنس موجب وسالب، الفالنس 1 أو 2 أو 3 الشحنه موجبه او سالبه. الكربون قلنا قديش المولكيولار ويت له؟ 12 والاكسجين 16. اذا 12 زائد 3 في 16 على 2 بيساوي 30 جرام بير ايكوفيلنت، يعني كل ايكوفيلنت بيساوي 30 جرام. انا كم جرام عندي كربونات؟ 90. اذا كم ايكوفيلنت عندي من الكربونات؟ 93 على 30. اذا كم ايكوفيلنت من الكالسيوم بالزمني؟ 3. طب ال 1 ايكوفيلنت من الكالسيوم كم؟ 20 جرام. اذا كم جرام بالزمني كالسيوم؟ 60. هذا بالتعريض عندك كنت تسوي سابقا. كيف كنا نسوي سابقا؟ نعمل معادله ونوزن المعادلة، مش هيك؟ كنت تيجي تقول ال CA بلس CO3 بدي يعطيني CA CO3، مظبوط؟ حسب هذه طبعا هيك المعادلة موزنة عندنا. كنت تقول 1 مول من هنا بدي عادل 1 مول من هنا. المول من هنا 40 والمول من هنا 60. إذا عندي من هنا 90 قديش بدي من هنا؟ مش هذا اللي كنا نشتغله سابقا؟ هسه ما بلزمني اشتغل حكي من هالنوعيه. انا اذا عندي اي عنصر او اي مركب او اي بشوف عدد الايكوفيلنس تاعينه. اذا بدي يتحد مع اي عنصر ثاني لازم يساووا نفس عدد الايكوفيلنس. ممكن اعبر عن عنصر بدلاله عنصر ثاني. ممكن اعبر عن عنصر بدلاله عنصر ثاني. كيف؟ احنا توجينا في مسالتنا لما حسبنا وقلنا انه في عندنا، او خليني ارجع للاكزامبل اللي هان. انت توجيت حسبت بتقول انه انا عندي من الكربونات من السي او 3 بيساوي 90 جرام بالليتر، مظبوط؟ عندي من الكربونات 90 جرام بالليتر. هذه انت تو حسبتها وكنت بتقول هذه بتساوي 1.5 مول بالليتر، صحيح؟ بقدر اقول هيك ولا بقدرش اقول هيك؟ لانه ال 1 مول من الكربونات 60 جرام. اذا انا عندي 90 جرام بدل ما اقول 90 جرام بالليتر بقول 1.5 مول بالليتر. كنت بتقول هذه بتساوي 3 ايكوفيلنت بالليتر، مظبوط؟ اذا انت عبرت عنها باكثر من اتجاه. بقدر اقول انه هذه بتساوي 60 جرام بالليتر از سي اي، هي ايكويفالنت ال 90 جرام كربونات ايكوفيلنت ل 60 جرام كالسيوم. الموجود عندي ايش؟ كربونات. بس هذه انا بدل ما اقول 90 جرام بالليتر كربونات
بقول هذه equivalent ل 60 جرام as CA. لو ما كتبتش as CA بقصد انها هو كاني قاعد بقول عنها as COC نفسها. لكن اذا بتعبر عنها بدلاله عنصر ثاني لازم اقول عنها بعبر عنها بدلاله العنصر هذا. ممكن اقول هذه بتساوي 3 في 23 وبتساوي 96 69 جرام بالليتر از ان اي. بقدر اقول هذه بتساوي 3 في 35.5 وهذه بتساوي 106.5 جرام بالليتر از. وهذه شغلة مهمة بالنسبة لنا بشكل كبير، انه انا بحول كل العناصر بدلالة عنصر معين، او ممكن اعبر عن عنصر بدلالة اي عنصر ثاني انا بدي اياه. هنا طبعا بدك تحط على شكل معادلة. وين؟ لانه انا عندي ال 90 عبارة عن 3 ايكوفيلنت. فعشان احول لذات عنصر ثاني بدي اخذ نفس عدد الايكوفيلنت بس في الون ايكوفيلنت قديش بيساوي. هنا واحد يعني ليش هذا الحكي بسهل علينا؟ بسهل علينا الحين عشان اقدر افهم العناصر الموجبه مع بعض واجمع الكالسيوم مع المغنيسيوم مع الصوديوم بدي احولهم كلهم بدلاله واحد عشان اقدر اجمع. ما بقدر اجمع، هل بقدر اجمع 90 جرام كربونات مع 60 جرام صوديوم مع هالقد بوتاسيوم مع هالهم ما بقدرش اجمعهم از جرامز. انا بقدر اجمع العناصر از ايكوفيلنت. بقدر اجمع العناصر از او الكاتيونز والانيونز بقدر اجمعهم ك ايكوفيلنت. فيا اما بحولهم از ايكوفيلنت او بحولهم بدلاله عنصر اخر. وهذا الحكي وين بتصير معنا؟ تيجي لواحد بتقول له قديش معك فلوس؟ طبعا معاه اكثر من عمله مثلا. العمله الشائعه عندنا شيكل. بقول لك انا في معي 100 شيكل، طبعا 100 شيكل از شيكل. ممكن يقول لك انا في معي دولار بما يعادل 500 شيكل. ولا مش هيك؟ طبعا ال 500 شيكل كم دولار تقريبا؟ 120. نعم. فلو جيت تقول معاك سوري معاك من الان من النيو الظائلي شيكل 100، طبعا هذه النيو الظائلي شيكل، معاك من الدولار خلينا نقول 130 دولار مظبوط، معاك من الدينار 50 جي دي. بتقدر تصير تجمع تقول 100 زائد 130 زائد 5 زائد 1 قال لك قديش معك؟ تقول له في معاي 280. لكن لو قلت له انا في معاي شواكل 100 معاي دولار بما يعادل 500 شيكل معاي جي دي بما يعادل 250 شيكل. إذا ممكن تقول له ما مجموعه من العملات المعاية؟ معاي ما مجموعه 850 شيكل. ولا لا؟ فاللي معك طبعا أنت ما في جيبتك 850 شيكل كشواكل. بس هذول قيمتهم كلهم مجموعهم مع بعض بما يعادل 850، هالقد منهم دولار هالقد منهم دينار، طبعا ممكن واحد ثاني يعبر عنهم بدلالة الدينار. يقول لك أنا في معاي 50 دينار زائد 100 دولار بما يعادل هالقد دنانير معاي شواكل بما يعادل هالقد دينار. فممكن تعبر عن اي عمله بدلاله عمله ثانيه. وهنا لو بدي اعبر عن اي عنصر بدلاله عنصر ثاني لازم يكون عدد الايكوفيلنتس واحد. هذه طبعا بدل ما زي ما اشتغلنا هنا ممكن تاخذها كمعادله عشان تعبر عن اي مركب من ايه، اي مركب ايه can be expressed as an equivalent concentration to substance B as the following. كم جرام بالليتر من A على جرام بالإيكوفيلنت من A
في جرام بير ايكوفالنت من بي بعطيني جرام بير لتر من اي اكسبريست از بي. نحل اكزامبل على هيك حكي. اذا بقول لك في عندي من السي اي في عندنا 50 ملي جرام بالليتر، اكسبريست عبر عنها از ملي جرام بالليتر از ان اي. هسا السي اي كم جرام بير ايكوفيلنت له؟ يعني الايكوفيلنت كم جرام؟ 20. السي اي بيساوي 40 على 2 بيساوي 20 جرام بير ايكوفيلنت، والان اي بيساوي 23 على 1 بيساوي 23 جرام بير ايكوفيلنت. اذا السي اي اللي بيساوي 50 ملي جرام بالليتر، ممكن اقول عنه بيساوي 50 في 23 على 20، وهذه قديش بتساوي؟ 2.5 في 23 57.5 ملي جرام بالليتر از ان اي. واضحة النقطة وين؟ يعني لو واحد ضح كتب لي بيساوي 57.5 مالوش معنى. صفى 57.5 وال50 زي بعض. طب كيف بيساوي 50 وبيساوي 57؟ طبعا هنا بلزمش تقول بيساوي 50 ملي جرام بالليتر از سي اي. يعني انا ممكن اكتب هذه هنا. بس زي واحد بتقول له قديش معك دولارات؟ بقول لي معي 100,000 دولار. ما انت ما دام بتقول انه سي اي بيساوي 50 ملي جرام بالليتر يو مينت از سي اي، لكن لو انت عبرت عنه ب 57.5 بدك تقول عنه از ان اي، ولا مش هيك؟ لو بدي اعبر عنه بدلاله السي او 3 هذه قديش بتساوي؟ بتساوي 50 على 20 في 30، لانه ال 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 وهذه قديش بتساوي؟ اذا وي كان اكسبريس ات اني سبستانس بدلاله اي مركب ثاني. وهنا بقدرش اجمع العناصر الا اذا حولتها از equivalence. اما حدا بروح يجمع لي اياهم از جرامز بصير مش خلبطه، ما لوش معنى يعني. طب انت بتقول لي الميه فيها كاتيونز وفيها انيونز، مجموع الكاتيونز از equivalence لازم يساوي مجموع الانيونز از equivalence ولا لا؟ نعم. طبعا از جرامز هل بتساووا؟ از مول لازم، بس شرط انهم يتساووا، لكن از ايكوفيلنت لازم يتساووا، او تعبر عنهم كلهم دلاله عنصر معين، كلهم اكسبريس هم از سي اي ولا از ان اي ولا از سي ال، فلازم يكونوا مجموع هذول از ان اي بيساوي مجموع هذول از ان اي او از ايكوفيلنت او از ملي ايكوفيلنت. احنا عندنا هنا عاده الاكثر استخداما مش الايكوفيلنت الملي ايكوفيلنت، لانه التركيز عندنا لما تقول لي 50 ملي جرام، فانا التركيز عندي بصلش انه يصير ايكوفيلنت، يصير بسكون عاده ملي ايكوفيلنت. طبعا الملي ايكوفيلنت يعني قديش بيساوي من الايكوفيلنت؟ 10 سالب 3، لان ال1 ايكوفيلنت بيساوي 1000 ملي ايكوفيلنت. هاي اذر اكزامبلز.
What is the equivalent calcium carbonate concentration of 117 ملغرام بالليتر of NaCl 12.3 مول بالليتر of NaCl؟ يعني إذا عندي NaCl تركيز 117 ملغرام بالليتر، بدي أعبر عنه بدلالة الكالسيوم كربونيت. الون اكوفيلنت من الكالسيوم كربونيت قديش بيساوي؟ بدي اسوي الموليكولار ويت على الفالانس. الموليكولار ويت للكالسيوم كربونيت اللي هي CaCO3، الكالسيوم 40 الكربون 12 زائد 3 في 16، قديش الفالانس؟ 2. ليش؟ لا، الكالسيوم كربونات اللي بتحفر المي شو بتعطيني؟ CA بلس 2 و CO3 ماينس 2. طبعا احنا قلنا الفالانس مالوش علاقه بالشحنه الموجبه للسحب، الفالانس قديش؟ 2. اذا انا عندي كل 50 جرام كالسيوم كربونات بعادله 1 ايكوفيلنت. ال1 ايكوفيلنت من الصوديوم كلورايد كلوريد الصوديوم ال NaCl قديش بيساوي؟ 23 زائد 35 ونص بيساوي 58 ونص جرام بير ايكوفيلنت. اذا ال 117 ملي جرام بالليتر من ال NA على جرام ايكوفيلنت من A اللي هي 58 ونص في 50 جرام ايكوفيلنت من ال CaCO3 بتساوي 100 ملي جرام بالليتر NaCl as CA COC. بمعنى انه مجموع الايونات الموجبه او السالبه اللي بعطيها 117 ملي جرام بالليتر عن ايه بتساوي مجموع الايونات الموجبه والسالبه اللي بعطيها 100 ملي جرام بالليتر من كربونات الكالسيوم. ال 117 ملي جرام هذول NaCl لما بنحله مش بعطوني مجموع ايونات موجبه قد مجموع الايونات السالبه. اي واحده منهم من الايونات الموجبه او الايونات السالبه لانه متساويات بيساوي عدد الايونات الموجبه او السالبه اللي بعطيها 100 ملي جرام كربونات كالسيوم. يعني لو كربونات الكالسيوم 100 ملي جرام حطيتهم في الميه راح يعطوك ايونات موجبه كالسيوم وايونات سالبه كربونات. ولو اخذت 117 ملي جرام بالليتر كلوريد صوديوم وحطيتهم في الميه راح يعطيك ايونات موجبه من ال NA وايونات سالبه من ال CL. مجموع الايونات الموجبه او السالبه، مش حدا يقول لي الموجبه زائد السالبه لان تنتين متساويات. الايونات الموجبه من ال 117 ملي جرام بالليتر صوديوم كلورايد بيساوي عدد الايونات الموجبه او السالبه اللي انا بحصل عليها من 100 ملي جرام بالليتر من كربونات الكالسيوم. 2 × 10³ مول بالليتر في ان ايه، بدي اعبر عنه ملي جرام بالليتر از سي اي سي او 3. في الاول بدي احول المركب الى ايكوفيلنت، وقلنا الايكوفيلنت ايش بيساوي؟ نمبر اوف مولز الايكوفيلنس، مش الون ايكوفيلنت، الايكوفيلنس نمبر اوف مولز على الفالانس. ال NaCl ايش الفالانس له؟ واحد، صحيح؟ اذا عندي 2 × 10³ مول بالليتر، كم ايكوفيلنت بالليتر؟ 2 × 10³ ايكوفيلنت بالليتر او 2 ملي ايكوفيلنت بالليتر. اذا 2 × 10³ مول بالليتر اللي هي طبعا هنا عباره عن ايكوفيلنت بالليتر على 1 مول بالايكوفيلنت بتساوي 2 × 10³ ايكوفيلنت بالليتر. حولناها من مول الى ايكوفيلنت. عشان هيك لو جيت احسبها 2 × 10³ ايكوفيلنت بالليتر على 58 ونص في 50 شو بتعطيني؟ 100 ملي جرام بالليتر از سي اي سي او 3. يعني اول ايش حولت من مول من مول بالليتر الى ايكوفيلنت بالليتر،
واذا حولتها الى كوفيلنت بالليتر، طبعا سوري، اذا حولتها الى كوفيلنت صفت عندي 2.3 كوفيلنت بالليتر. الايكوفيلنت ال1 ايكوفيلنت قديش بيساوي من كربونات الكالسيوم؟ 50. اذا 2.3 ايكوفيلنت في 50 بعطيني 100 ملي جرام بالليتر من ال ان اي اس سي اي سي او 3. وضع هاي الجزئيه الثانيه، هذه كيف حولناها؟ حولتها من مول بالليتر الى ايكوفيلنت بالليتر، وبعدين الايكوفيلنت بالليتر عبرت عنه بدلاله كربونات الكالسيوم، لانه كربونات الكالسيوم كل 50 ملي جرام بتساوي 1 ملي ايكوفيلنت. 2.3 ايكوفيلنت بدك تضرب 2.3 في 50 عشان تحولهم از سي اي سي او 3. لو اضفت على المسألة هذه نقطة ثانية، عبر عن ال 117 ملي جرام بالليتر في ان اي سي ال، عبر عنهم از سي ال. بدي اعبر عن ال 117 ملي جرام بالليتر في ان اي سي ال، مش اس سي اي سي او سي، اس سي ال. بدك تقول 117 على 58.5 قصة بالضبط. بس 35.5. طبعا هذه بدها تطلع قديش؟ كم؟ 71 ملي جرام بالليتر از سي ال. يعطيكم العافية. Thank you.